مساكم الله بالخير، ضيفتي اليوم فاشينيستا شفاء التقي. لما أخذت خطها الخاص فيها قررت أن تكون فاشينيستا برغبة من داخلها، تبحث عن الجمال وتساعد كل امرأة تبحث عن الجمال أيضا. شفاء التقي مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. شفاء قولي لي، شلون الهواش اليوم بين المشاهير السوشيال ميديا؟ والله شوف، أنا برا هالمواضيع كلها. نعم. وما بتدخل. نعم. ما بعرف إذا بتتابعوني أو لا، بس تعرفوا إنه أنا لحالي وما لي دخل بأي حدا، يعني ما حتى بحب تابع هيك مواضيع، بس كتران كتير يعني المشاكل بين المشاهير. بس قول. لا كملي. بالنسبة لي يعني ترجع من نوع من أنواع الغيرة بينهم، بغاروا من بعض شوي يمكن. نعم. بس هذا بشكل عام. بشكل عام. ولكن سؤالي محدد لك بشكل خاص، أنت في مشكلة صارت لك وسوء تفاهم مع واحدة من المشاهير. أنا؟ حصل هذا الكلام؟ لا ابدا ما حصل، لان كثير ما يقال بان، ما ودي اذكرك بشخصيه معينه، ولكن كثير ما يقال بان كانت عندك مشكله خاصه وشخصيه مع واحده من المشاهير. مشاهير من اي يعني؟ السوشيال ميديا، كبيره صغيره وسط؟ ما اقدر احدد. لا ما بعتقد أبداً. الجواب عندك يكون المفروض نهائيا ما صار هالشيء. على فكره اذا صار انا بطلع وبحكي انه صار وتخانقنا وعملنا سنة، ابدا يعني ما راح اخاف من الموضوع. بعض الفاشينيستات يقولون طالعه مو كويتيه وطالعه في لهجتها اللبنانيه. أوكي. وهذا قد يقلل من شعبيتك وشهرتك في السوشيال ميديا. ما خص، انا دائما كنت احكي هالموضوع. صحيح انه انا بالكويت كان عندي شوي مشكله بهذا الموضوع، اني عشان انا مو كويتيه فدائما الاولويه للكويتيين، وهذا نعم. حقهم. نعم. انا يعني مع هالموضوع. نعم. بس ما بعرف اذا بتشوفوا هلا انا ما ناقصني شيء يعني حتى اكون حالي حال اي، مو هذا القصد، ولكن القصد فهمت انه عم بيقلل من انه يجيب لي شغل او شعبيتي او هيك. مو بس كذي، في كذا لقاء صرحتي ان انت كانك تطالبين في الجنسيه الكويتيه، بما انك مواليد الكويت عملتها فكانك تطالبين بالجنسيه الكويتيه. كله مزح، بس انا دائما بحب افهم المتابعين انه ما حدا يقول لي انه انت وافده او انه انت ما بتنتمي للكويت، لانه انا متربيه بالكويت وولدت بالكويت. نعم. فحالي حال اي كويتيه يعني، بس عشان الجنسيه مو عندي اكيد لا. قاعد تشوفين السوشيال ميديا في عنصريه؟ شوي هذا ايش كثر؟ حصل لك هذا الموقف؟ واجهتي عنصريه هلا ليك بالسوشيال ميديا؟ ما بعرف اذا بتضموا انه بصراحه رح اقول الموضوع، انه كذا مره واجهتني مشكله اني انا ما فيني اشتغل بمكان كمذيعه، بعدنا عم نحكي بالموضوع كنا عشان انا مو كويتيه، وانا لا اجيد اللهجه الكويتيه صراحه، ولا بحاول اطلع بهاللهجه، عرفت؟ يعني يا اما بتتقبلوني مثل ما انا. كثير من المذيعات، كثير من المذيعات ما يتكلمون اللهجه الكويتيه، ومذيعات كان زمان كنت بعدني انا مو متخرجه. لا يزال هذا الموضوع موجود، في مذيعين غير كويتيين يتكلمون اللهجه اللبنانيه. لا ما شفت. وفي مذيعات ايضا غير كويتيين يتكلمون اللهجه اللبنانيه وناجحين جدا. انا لما جيت بدي اقدم على كذا مكان كانوا بس يشوفوني اني انا مو كويتيه او اني انا ما بحكي كويتي على طول يرفضوا، او ممكن هم شايفين شيء ثاني. لا ما صارت. على فكره انا بطلع بعمل امسي حفلات كثير يعني. ممكن، ولكن كمذيعه قد يكون ما عندك مقومه تطلعين كمذيعه. ما صارت ولا مره. في السوشيال ميديا كثير ما يقال بان ما يشوفونك في المناسبات العامه او الايفنتات الكبيره، واذا كنتي موجوده فيها فانت غير موجه لك دعوه. لا مش صحيح ابدا ابدا. انا ما بروح، ليش ما بيشوفوني بالمناسبات الكبيره؟ لاني انا ما كن مبعوث لي انفيتيشن، فاذا مش مبعوث لي انفيتيشن ما بروح. وكثير بتوصلني دعوات، بس بيكون انه شيء مش بقدرتي اني انا اروح عليه فما بروح. فانتي ما تروحين الايفنت الا موجه لك دعوه؟ طبعا. واغلب الايفنتات اللي تكون كبيره وموجوده فيها اغلب مشاهير السوشيال ميديا انت مو موجوده فيها؟ لا اذا صراحه يعني من الاخر اذا مش مدفوع لي مش حروح، ما راح اروح على ايفنت مش مثلا لا موجهين لي دعوه. مثلا اذا الايفنت بيهمني، بهم مستقبلي او بهم شغلي او بهم اني انا اكون موجوده فيه، راح اروح اذا موجه لي دعوه. بس اغلب الايفنتات برفضها، انا ما يعني خلص بيعزموني هيك من باب انه بدهم عالم تروح على الايفنت. نعم. طيب كل هالانتشار اللي انت فيه حاليا ومتابعينك لا يزولون تقريبا 200,000. صحيح. ليش برايك؟ لانه انا خطوه 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 خطوه، مش نفس الباقيين، ما طلعت مره واحده. او ممكن الباقيين او الاخرين عندهم فولورز مزيفين؟ ما علي دخل. انت متحفظه جدا في اجوبتك. لانه ما بحب اي مشكله وما قصدي شيء، لا بس في ناس على فكره طلعت انه صدفت مثلا وحده حلوه كثير كثير كثير، عم الناس عملوا لها فولو، وحده ما بعرف شو عملوا لها فولو، ما خص، او اخذوا دعم من بعض. مثل ما رجعت قلت لك، انت ما بتشوفني بالمناسبات الكبيره، ما بتشوفني باي مكان، وقلت لك اول كلمه قلت لك اياها، قلت لك انا بحالي، وهذا سبب من الاسباب انه لسه انا خطوه خطوه عم بطلع. يعني من الاخر ما تلزقت باي مشهوره، ما ضربت صحبه مع اي وحده عشان بس. ليش سميتي تلزيق؟ ليش ما سمي يكون قد يكون نوع من الدعم من مشهوره الى مشهوره اخرى؟ ايه اذا كانوا اصحاب ما عندي اي مشكله، بالعكس، بس انه مش انا حروح افرض حالي على وحده عشان بس هي تساعدني، عرفت كيف؟ نعم.
كل واحد يشتغل على حاله. طيب هل فعلا اليوم الملابس والازياء اللي تلبسينها تاخذينها وما ترجعينها؟ كيف يعني؟ يعني في مثلا احد يعرض عليك لبس عشان تعرضينه، وانت بديتي كموديل. اوكي. بداياتك كانت كموديل. اوكي. وممكن تاخذين لبس وما ترجعين لها مره ثانيه. ما صار. ما صار؟ في اتفاق بيني وبينه. يا اما بتعطيني اياه اعمل لي عليه دعايه مقابل مبلغ مادي وخليه، يا اما كمان مقابل مبلغ مادي وتاخذه. هذا الشيء بيني وبينه بيصير، بيني وبين المصممه. طيب خليني اقول لك موقف انا سمعته. في بداياتك بديتي كموديل. ايه صحيح. وهذا ايضا كان قبل عمليات تجميل اللي سويتيها. عمليات. هذا الكلام اللي وصلني. والله واصلك غلط. فأحد الشخصيات كان احد خبيرات التجميل من الصف الاول تعتبر. ولما شافتك اول مره قبل عمليه التجميل سمتك غير ما عندك مؤهلات المودلز. أوكي. او العارضه. اوكي. وبكيتي في هذا المكان. صحيح. تحب اقول اسمه؟ هذه ما راح اقول اسمها، لا انا وانت عارفين من هي. يرجع بس الموضوع. اللي صار وطلعت وحكيت فيه على السوشيال ميديا ولا همني ابدا، بس اللي صار انه هي واحده من العالم من الشخصيات. نعم. اللي كانت كل ما تشوفني كل ما تشوفني انا بحبك وانا بموت فيك وانت 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 قمر وانت وبدي شغلك معي. اوكي. قلت لها اوكي. جيت اشتغلت معها واحده من الخبيرات اللي عندها، ما عرفت لو وشي، طلعتني بابشع صوره يعني ما تنوصف الصوره اللي انا طلعت فيها. نعم. اوكي. ويوم هي شافتني فشلتني قدام العالم وقالت لي انه واحد انت مش حلوه وانت 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 وبس. اكيد يعني حرجت قدام كل العالم وصار اللي صار. اثر هذا الموضوع فيك؟ هي ما بتعنيني هلا، كنت حبها كثير امانه، كنت حبها كثير. ما انا ما اقصدها هي، لكن هذا اثر على مشوارك في مجال السوشيال ميديا. ابدا. انت وين شايفني هلا؟ ولا فرقت معي؟ ما فرقت معك؟ لا طبعا. هل فعلا عندك تجربين كل منتج قبل ما تعلنين عنه؟ صحيح. إلى أي حد يكون المنتج يرضيك عشان تعلين عنه؟ لازم يرضيني 100%. 100%؟ طبعا. طيب في كثير ومن ضمنهم عبود كي صرح بذلك، قال أنه أنا ممكن أعلن عن المنتج قد يكون غير مناسب لي ولكن مناسب للآخرين. أوكي. يعني هو ما عنده مشكلة يكون المنتج هو شخصيا معاجبة، ولكن فئة من الناس، فئة منهم ممكن يعجبهم. هذا هو. شنو رأيك في التصريح؟ هو حر، بس عبودك على فكرة كثير يعني أوبن مع العالم، فبعتقد هو اللي عم يعمله صح. بس هو بالنسبة له يمكن هذا اللي شايفه انه هو بيقدر يعمل هذا الشيء، بالنسبة لي انا ما فيني. يعني حتى كذا مرة انا مثلا حاليا مع بوتيكات في اشياء ما بتعجبني. نعم. ما بحكي عنها. نعم. طيب خليك صريح معي شوية. كم عملية تجميل سويتي؟ واحدة. واحدة. اذا بتعتبروا البوتوكس والفيلر عمليات تجميل فيعني مليون. لا لا انا بالنسبة لي اتكلم يعني انت اخذي راحتك في الرد، بس انا انت قلتي عمليات تجميل واحده. ايه صحيح. وهل مطلوب من الفاشينيستا اليوم انها تكون جميله؟ لا. الى هذا الحد او تسوي؟ لا. عمليات تجميل كثيره عشان توصل حق مسمى فاشينيستا او موديل؟ اول شيء انا ما احب مسمى الفاشينيستا نهائيا نهائيا. أوكي. شنو تسمين نفسك؟ ولا شيء ولا اي شيء، ودائما بطلع بقول لهم انا ما اسمي ولا شيء، خلص انا بس شفاء، انتهى الموضوع على شفاء، اني انا بشارككم ستايل ميك اب كذا هيك للي بحبوني. اوكي. تمام. ثانيا بالنسبه لعمليات تجميل كل وحده بيرجع لهي شو بتشوف حالها. نعم. اوكي. في ناس. نعم. بس اكيد ما رح كذب عليك، مطلوب 100% انها تكون مقبوله. مقبولة. جميل يعني. بس على فكره في ناس كثير مشاهير ومنهم حلوين، بس في شيء ثاني بيجذبهم يعني للعالم حتى يتفرجوا عليه او يتابعوه او او عرفت. انت ما ترضين احد يسميك فاشينيستا؟ ما بحب. ما تحبين؟ ليش؟ ملقب منه صحيح، لقب منه صحيح، فاشينيستا شيء ثاني غير اللي احنا هلا ممكن تقول عنا انفلونسر مثلا. نعم. بس فاشينيستا كذا، هلا انا مثلا ما حدا يسالني انه انت شو بتعملي، فعلى طول بلخصهم اياها عشان ما اقعد اشرح 10 ساعات، بقول لهم بلوجر. طيب احنا وصلنا الى سؤال يسمى الخط الاحمر. راح تلقين السؤال موجود عندك في الواتساب. اوكي. تفتحين الواتساب عندك لو سمحتي. ممكن تقرين السؤال، ممكن ما تقرين السؤال، ممكن تقرين السؤال اذا ما تجاوبين عليه. مين ما فهمت السؤال؟ حابه تقرينه وحابه اقرا لك اياه انا؟ ايه انت اقرا. سؤال الخط الاحمر يقول: انت متهمه باستغلال الميك اب ارتست او البلوجر عهود لانها كويتيه وتساعدك في استخراج الرخص التجاريه. اوكي. كيف تردين؟ اول شيء عهود منا ميك اب ارتست، عهود بلوجر مثلي مثلها، تعرفت عليها عن طريق شغل كان بيني وبينها من ماركه معينه مشهوره كثير، ما بعرف اذا بقدر اقول اسم الماركه اصلا. نعم. فصورنا انا وياها. نعم. وبهي الشغل يعني بهذا اليوم اتفقنا انا وياها انه نرجع نقعد مره ثانيه عشان نعمل شيء شغل بيني وبينها. نعم. اوكي. وعملنا البراند تبعيتنا. نعم. وعهود ما لها اي دخل باي رخصه. نعم. واصلا ما بتقدر هي تطلع هي اي رخصه.
حتى لو هي كويتيه هلا ما فيها تطلع ايراد. فالاتهام الموجه لك بان انت قاعد تستغلي. انا ما بعرف اصلا مين نهائيا ليه بدي استغل كويتيه؟ سوري هلا فيني احكي مع اي حدا كويتي اقول له تعال تكفل لي صح ولا لا؟ ممكن اكيد بعدين انا عندي رفقاتي كثير كويتيين، شو معنى عهود يعني؟ اقرب صديقه لك كيف صارت صديقه لإلي؟ نعم. بالضبط كيف صارت صديقه لإلي؟ نعم. من وراء شغل بيني وبينها. نعم. ماركه جابتنا احنا الاثنين وشغلتنا موجوده عندي بالانستغرام، لانه احنا في شوي هيك يعني شعر اسود وكذا نفس اللوك وبرونز واخذونا مع بعض. احنا وصلنا للختام. يلا مين. شكرا لك يا شفاعه تغي، يعطيك العافيه. شكرا لك. اذا مشاهدينا وصلنا الى ختام فقرتنا اليوم، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع ضيف جديد. مع السلامه.